عيد مبارك. اللي مريض بالسكر ما غيفرط بزاف، يكتر من الماكلة بزاف، ما غيحرم راسه بزاف. مثلا بولفاف، ماشي ما تاكلوش بنوبة، ولكن قطيب واحد زعما الله يجعل البركة. إلا كان يقدر كاين حتى القلب، يقدر يتخلط يدير شوية ديال بولفاف، شوية ديال القلب، باش ينقص من دوك الدهنيات ديال الشحمة اللي دايرة به. أهم حاجة باش ياكلوا ويكونوا ترانكيل، يبداو بالخضرة ويخليوا اللحم والخبز للآخر، صافي غيعمروا المعدة ديالهم بشلاضة، خضرة طيبة ولا طاجين ديال الخضرة، عاد يدوزوا اللحم والخبز. اللي مرض بالسكر في اليامات ديال العيد يخرجوا واخا مرة في النهار واحد 30 دقيقة يتمشوا، من الأحسن مورا الماكلة. فاش كنهضروا على التغذية، ناكل الماكلة تقدر تبرك، تقدر تمرضك. دونك باش نحافظوا على صحتنا، لقاو توازن بين داكشي اللي كنتشهاو واشنو اللي مزيان للصحة ديالنا.